هذا الذي يقول يسن أربع ركعات قبل عصر وظهر وبعده ركعتان بعد مغرب وعشاء وقبلهما وصبح. هذا الذي ذكر يعني ما يأتي آنفا ما تأتي آنفا. يسن للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن. فإذا الذي يذكر من هذه الصلوات الرواتب فهي ثابتة في الأحاديث والأخبار وهذه الأحاديث صحيحة. من أخرجها أصحاب السنن في السنن يعني أخرجها أصحاب السنن الأربعة. السنن عند الإطلاق السنن الأربعة غير الصحيحين من الصحاح الستة، هذا سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي. نعم هذه الأربعة. ثم فإذا هذه الصلوات الرواتب ثابتة في هذه الأحاديث من هذه الكتب الأربعة. أربع ركعات قبل العصر. نعم ركعات بفتح الكاف ركعات، لكن عند الإفراد هو بسكون ركعات ركعات هكذا الجمع. وأربع قبل ظهر وأربع بعده. ثم وركعتان بعد مغرب. ثم وندب وصلهما بالفرض، يعني يكون بعد المغرب ركعتان ويندب وصل هاتين الركعتين بالفرض يعني بصلاة المغرب. فإذا بعد المغرب يصلي بدون فصل. فإذا لو فصل يعني بالذكر والدعاء المشروع مشروعين بعد المغرب هل يفوت هذا الوصل؟ لا يفوت هذا الوصل. لذلك قال ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر المغصور بعد المكتوبة. إذا معنى الوصل يعني ألا يفصل بين بفصل طويل بعد صلاة المغرب وفراغه من الذكر والدعاء المشروع بعد المغرب، بعد ذلك لا يفصل. كذلك ورد في حديث ألا يتكلم بعدهما، يعني في فضل هاتين الركعتين ورد فضيلة في الحديث. في بعض روايات هذا الحديث قال بدون أن يتكلم، تكلم يعني تكلم بكلام دنيوي. نعم هكذا ينبغي الوصل، وهذا خصوصية لهاتين الركعتين لذلك ذكر هناك. ثم وبعد عشاء ركعتان بعد عشاء. هناك قول يعني لا راتبة للعشاء أصلا هكذا، لكن هنا بعد العشاء قبل العشاء ركعتان ركعتان هذا هو الراجح. وركعتان خفيفتان قبلهما يعني قبل المغرب وقبل العشاء إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن. متى يأتي بركعتين ركعتين لو لم يشتغل بهما بهاتين الركعتين عن إجابة المؤذن؟ فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما. ممكن لا يكون في المسجد يعني وقت طويل بل يكون يعني وقت قصير فقط، يؤذن ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يصلي؟ لا، يعني لا يسمح لركعتين بوقت بل يعني بعد الأذان يأتي بدعاء الأذان وآية الكرسي ثم بعد ذلك يصلي الفرض يعني يقيم الجماعة. إذن ماذا يفعل الرجل؟ يعني لو ذهب يصلي هاتين الركعتين يفوته الدعاء بعد الأذان وآية الكرسي كذا كذا من الآداب، فإذن هو لا يشتغل به بالركعتين بل وهو يشتغل بآداب الأذان ثم بعد ذلك يصلي الفرض مع الجماعة ثم بعد ذلك
يصلي هاتين الركعتين هكذا قال، يعني لو لم يكن هناك تعارض هكذا يفعلهما، وإلا يقدم يعني إجابة المؤذن والدعاء والذكر هكذا. لماذا خصص يعني الركعتين قبل المغرب والعشاء بهذا؟ ممكن في بعض الأحيان هكذا يكون تعارض بين الاشتغال بين الصلاة يعني الراتبة قبل الفرض وبين الاشتغال بإجابة المؤذن وقراءة آية الكرسي والدعاء بعد الأذان، هكذا يكون يعني تعارض، لا يكون هذا يعني في المغرب والعشاء فقط، لكن خصصهما بالذكر بسبب عادة الناس. عادة الناس كيف وهم يسرعون بالفرض بعد الأذان في هاتين الصلاتين غالبا أو في بعض البلاد، لأجل ذلك خصصهما. وإلا يعني لو تعارض هكذا في أي وقت الأذان بعد الفراغ من الأذان والركعتين يعني الراتب قبل الفرض يؤخر الراتب نعم وركعتان قبل صبح يعني ويسن تخفيفهما، يعني تخفيف هاتين الركعتين. وهذا تخفيف كيف؟ يعني هو يقرأ سورة صغيرة صغيرة، أما لا يخفف عن عدن الكمال، يعني الذكر التسبيح ثلاث مرات ثلاث مرات في الركوع والسجود وكذلك قراءة سورة، يعني لا يترك شيئا من هذه الآداب لعدن الكمال، ومع ذلك وهو يخفف كيف بتخفيف القراءة، يعني يقرأ سورة صغيرة. أما هذا التخفيف بالنسبة إلى سائر الرواتب، ففي سائر الرواتب ماذا يفعل وهو يقرأ سورة طويلة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل إما بسورة الواقعة أو بسورة الملك وهكذا. فإذا تكون نوافل النبي صلى الله عليه وسلم عادة طويلة، تكون طويلة بخلاف ركعتي الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بسورة الإخلاص وبسورة الكافرون هكذا، فإذا صارت خفيفة. هذا يعني التخفيف نسبي، فإذا هذا التخفيف يعني نسبي. ثم وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما، أين في سنة الصبح يقرأ سورة الكافرون وكذلك سورة الإخلاص، في الركعة الأولى يقرأ سورة الكافرون، في الثانية سورة الإخلاص، نعم هكذا يقرأ. ثم لخبر مسلم وغيره، وورد أيضا فيهما ألم نشرح لك صدرك يعني وكذلك وألم تر كيف. فإذا يجمع بينهما، نعم في الركعة الأولى يقرأ سورة الكافرون وألم نشرح، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص وعلم ترى كيف هكذا. وكذلك ورد يعني إن من داوم على قراءتهما فيهما زالت عنه علة البواسير فيسن الجمع بينهن. وورد أيضا فيهما ألم نشرح ثم اعتف عليه وقال وأن من داوم على قراءتهما، هذا أيضا وارد. وورد ثبت في الحديث أن من داوم استمر على قراءتهما فيهما يعني في ركعتي الصبح زالت عنه علة البواسير، نعم يعني هذا علة مرض البعصور هذا علاجه، يعني هذا من فوائده، له فوائد كثيرة نعم. لذلك يجمع بين هذه الأربعة فيسن الجمع بينهن ليتحقق الاتيان بالوارد أخذ مما قاله النووي رحمه الله، أين في إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. وهذا ورد في دعاء التشهد هذا الدعاء إني ظلمت نفسي ظلما، ثم في رواية ورد كثيرا وفي رواية أخرى ورد كبيرا. قال الإمام النووي رحمه الله يسن أن يجمع بينهما، يسن أن يجمع بينهما هكذا قال، فإذا هكذا يجمع بينهما.
فيسن الجم ولم يكن بذلك مطولا لهما تطويلا يخرج عن حد السنة والاتباع كما قاله يعني شيخانا ابن حجر وزياد رضي الله عنهما. يعني لو جمع بين هذه الصور الأربعة هل يعارض تخفيف سنية تخفيفهما؟ اقرأ أولا يعني يسن تخفيفهما ثم بعد ذلك قال اقرأ أربع صور، فإذا هل يكون طويلا يخالف التخفيف؟ هذا لا يكون يعني تطويلا مخالفا لهذا التخفيف. هذا الذي قال ولم يكن بذلك يعني بالجمع بين هذه الأربع مطولا لهما يعني للركعتين أي تطويل، تطويلا يخرج عن حد السنة والاتباع كما قاله شيخانا ابن حجر يعني وزياد، ابن حجر وزياد معناه ابن حجر وابن زياد. نعم. ويندب الالتجاع بينهما وبين الفرض إن لم يؤخرهما عنه، ثم بين ركعتي الفجر وبين صلاة الصبح يلتجع، التجاع يعني خفيف، متى هذا؟ إن لم يؤخرهما عنه، ممكن هذا الرجل يصلي الراتب بعد صلاة الصبح، لو كان كذلك لا يندب، يعني لو كان صلى أولا ثم بعد ذلك صلى هذا فإذا يعني صلى الفرض، عندئذ يسن الالتجاع. ولو لغير متهجد، ممكن هذا الرجل لم يتهجد ومع ذلك يسن هذا الالتجاع. ولولا كونه، ثم يبين كيفية الالتجاع، ولولا كونه على الشق الأيمن فإن لم يرد ذلك فصلى بنحو كلام أو تحول. هكذا على الشق الأيمن، ثم ومع ذلك أن يستقبل القبلة بوجهه أيضا ومقدم بدنه، هكذا يعني كما يسن الركود عند النوم وكذلك كما يوضع في القبر، فهذه هي الكيفية. نعم. فإذا في مكان صلاته لو لم يمكن هل ينتقل إلى محل آخر لأجل هذا الالتجاع؟ نعم. وهذا الالتجاع الحكمة فيه لتذكير أحوال القبر. نعم. هكذا قال، لأنها الهيئة التي تكون في القبر فهي أقرب لتذكير أحواله، فإذا هكذا يلتجع ثم يتذكر يعني أحواله في القبر لحظة ثم يستيقظ. وهذا مفيد جدا بالنسبة بسبب ابتعاده عن المعاصي في هذا النهار. نعم. ثم وإن لم يتيسر له تلك الحالة في محله، ممكن هذا محل ضيق لا يمكن الالتجاع على هذه الصورة في محل صلاته، ماذا يفعل؟ انتقل إلى غيره مما يسهل فعلها فيه، هكذا ينتقل ثم بعد ذلك يفعل. نعم. على هذه الحالة يعني حالتي يلتجي، هذا مسنون. ثم لو لم يرد هذا الالتجاع ماذا يفعل؟ هو يفصل بين الراتب والفرض بكلام أو تحول، يعني من مكان إلى مكان آخر يتحول أو يفصل بكلام أي كلام كان، وهذا يعني تخصيص بدلا عن الالتجاع. وسبق أن بينا يعني الفصل انتقال من مكان الفرض إلى مكان آخر لأن يصلي فيه السنة، سبق أن بينا ذاك انتقال يقتضيه يعني دليل، وهذا انتقال يعني يقتضيه دليل آخر، فإذا ذاك وهذا يعني أمران مستقلان على هذا ليس واحدا. وفيما مضى يعني ذكرنا المراد بالكلام يعني كلام مبطل للصلاة، وأما هنا الكلام ظاهره ولو من الذكر والقرآن، فإذا هذا الرجل بعد
صلاة الراتب يعني الركعتين قبل الفجر وجلس في ذلك المكان قرأ القرآن أو ذكر الله تعالى ثم صلى الفرض في نفس المكان يحصل له هذا التفريق هذا الفصل هذا الندب يحصل له هذا أما الذي مضى لا يحصل له لماذا هو لم يأتي بكلام مبطل للصلاة نعم هكذا لأن المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منه من الصلاة التي شرع فيها هكذا تنبيه يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء عن الفرض يعني لو أخر وصلى في وقت الفرض أما لو أخر عن وقت الفرض ويكون قضاء نعم وهنا تكون أداء يعني يمتد وقت الرواتب القبلية إلى نهاية وقت الفرض لذلك يكون أداء وقد يسن يعني هذا التأخير يسن في بعض الأحيان أولا قال يجوز فقط ثم في بعض الأحيان يسن كأن حضر والصلاة تقام أو قربت إقامتها يعني كذلك ذكرنا مثالا يعني في ركعتي المغرب والعشاء لو كان تعارض بين دعاء اللذان وقراءة آية الكرسي وبين الركعتين ماذا يفعل هو يؤخر الركعتين هذا يندب كذلك هنا أيضا يندب رجل حضر والصلاة تقام يعني بدأ المقيم يقيم الصلاة فإذا ويؤخر الرواتب القبلية أو يعني قربت إقامتها ما شرع في الإقامة بل قربت إقامتها يعني ليس أمامه وقت يسع للرواتب عندئذ يؤخر هذا بحيث لو اشتغل بها يفوته تحرم الإمام هذا معنى قرب الوقت قرب الإقامة ليس معناه ألا يجد جماعة ألا يدرك جماعة لا بل ألا يدرك تحرم الإمام فيكره الشروع فيها وهنا التأخير سنة مندوب ومع ذلك الشروع في الرواتب مكروه هذا تأخير الرواتب القبلية جائز أما تقديم البعدية هذا ليس بجائز لا تقديم البعدية يعني لا يجوز تقديم البعدية عليه على الفرض لماذا لعدم دخول وقتها هذا وقت الرواتب البعدية بفعل الفرض هو لم يفعل الفرض وكذا بعد خروج الوقت يجوز يعني بعد خروج الوقت على الأوجه يعني يصلي تأخير بعد خروج الوقت معناه يصلي قضاء يكون قضاء على الأوجه والمؤكد من الرواتب فإذا بين يعني الرواتب تماما وهذا الرواتب قسمان مؤكد وغير مؤكد إذن يبين المؤكد منه والمؤكد من الرواتب عشر وهو ركعتان قبل صبح وظهر وبعده يعني بعد الظهر إذن مجموع ستة ثم بعد مغرب وعشاء مجموع عشرة وهذه عشرة مؤكدات نعم